سعداء ان احنا موجودين معاكم. الله يخليك، احنا اسعد طبعا يا كابتن ربيع. فالسؤال انه رقم ثلاثة مميز، وفي كلمة سر بالنسبة لحضرتك بعد طبعا كابتن فتحي مبروك، حضرتك أخدت نفس الرقم، إيه سر الرقم ثلاثة؟ يمكن دلوقتي ما بنشوفش يمكن الرقم ده، فتفتكر إيه؟ رقم قديم ثلاثة ده، رقم قديم. أنا أفتكر مرة عبد الجليل كان عاوز ياخده في ماتش كوينز بارك الإنجليزي، كان نفسه فيه قوي، فأنا قلت له أنت أهلي ممكن، قلت له خد البسه وأنا هاخد 18. قال لي ازاي؟ قلت له انا بقول لك خده، كان عبد الجليل طالع صغير. عبد الجليل انا سجلت هدف التعادل، طلعنا مع بعض سجلت انا هدف التعادل، يعني بص انا اديته 18. طبعا هو نفسه في رقم، ايه مشكله؟ ما دي هي مدرسه. ولا كان 21؟ لا 18 ماتش كوينز بارك رينجرز. فربنا كرم، انا قصدي يعني كلنا مع بعضينا واحد، ما يهمنيش قد ما ابقى موجود. ثلاثه طبعا يعني تعودت عليه حضرتك، ورقم ثلاثه مهم جدا. وانا يعني كل مبارياتي في المنتخب والنادي الاهلي، لما العب 118 ماتش ده، ولما العب 300 ماتش في النادي الاهلي، لما العب حوالي 50 60 مباراه وديه، كل ده برقم ثلاثه، يبقى عزيز على قلبي. وبعدين في النادي الاهلي، وبعدين منتخب مصر، وبعدين احلى فترات عمري. انت بتتكلمي حضرتك تقولي انا اتجوزت بالخميس، السبت كنت في الملعب، كان عندنا ماتش منتخب. لا والله. والله يعني ما كنتش بقعد خالص، وحتى اصاباتي كانت بفضل الله قليله جدا. وبعدين على طول يعني بلعب وموجود، مفيش بطوله، مفيش مباراه، مفيش فتره كبيره جدا. فالله اقصده تعودت عليها، يعني خلاص تعودت عليه، وبقى موجود، وبقى وش حلو عليا، وتعودت ان انا العب بيه واجم بيه وادافع بيه واكسب بيه وانطلق بيه. فطبعا الرقم عزيز، وانت عارف هاني لما تحتفظ برقم ويبقى وش حلو عليك وتنطلق بيه، بتبقى نجم. في يبقى كل واحد ليه رقمه كده، وكابتن هاني كده راحه اربعه مثلا، يعني راحه بالنسبه لي، كنت بحس بالراحه. فطبعا حضرتك انا بس ما كانش رقم لاعب معين حضرتك بتتفائل بيه، يعني هي جت كده ممكن تكون ربيع. ممكن تكون جت كده. طب بس احنا برضو حضرتك في النادي الاهلي كنا اجيال بتسلم اجيال، احنا عندنا احترام للي قبلنا، كابتن فتحي مبروك، كابتن هاني مصطفى، اجيال زي اللي بعدينا سلمناهم. هو اللي سلم حضرتك طبعا انت لازم احترم اللي قبلي، وكانوا كبار وكانوا كباتن كبيره جدا ولاعيبه نجوم كبير جدا. أكيد. فكنا بنسلم بعض حضرتك. أكيد. فبس ده بالنسبه للرقم يعني.